أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما تم عرضه في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن مع أهم العناوين. من موقع الهيئة نت: العثور على 3 جثث لشباب قضوا غدرا غرب الموصل. من صحيفة المدى مصادر: إرغام معتقلي الاحتجاجات على توقيع اعترافات مفبركة وتعهدات. من موقع كتابات واشنطن تؤكد دعمها لمطالب متظاهري العراق. ومن موقع الجزيرة نت: طهران 50,000 جندي أمريكي في مرمى نيراننا. من صحيفة العربي الجديد: مقتل 5 مجندين مصريين في هجوم قرب العريش. ومن صحيفة القدس العربية: الأمم المتحدة: عودة اللاجئين إلى سوريا يجب أن تكون طوعية. وأخيرا من موقع الحياة: حملة اعتقالات في السودان وملاحقة أموال مسؤولين في الخارج. أهلا بكم. أحد الشباب المنتفض وهو شاب غير مندس وقف أمام شاشة التلفاز متحدثا بصراحة وقوة أن سبب كل الأزمات هو هذه الأحزاب الدينية ومن خلفها إيران، قائلا: أنا خرجت وأعرف أنني يمكن أن أموت برصاصة رجل أمن أو غيره من خصوم الشعب، وهذا لا يهمني لأنني لن أخسر شيئا. يقول الكاتب ماجد السامرائي في مقال بصحيفة العرب: إن أهم المتظاهرين أو أمام المتظاهرين أو إيهامهم بالبعثية والمندسين إنه تعبير عن الفشل والعزلة عن الشعب، هذا كان الاتهام. ولهذا لجأ أحد قادة هذه الأحزاب للاعتراف بالأخطاء والخطايا وطلب السماح من الشعب على ما ارتكبوه بحق أبناء الشعب والمطالبة بتغيير قواعد العملية السياسية، وهذا أمر إيجابي وفيه شجاعة، لكن الاعتراف بالفشل في الأنظمة الديمقراطية يعني التنحي عن المسؤولية. استخدمت القوات الأمنية الرسمية والحزبية أساليب وأدوات قاسية جداً ترتبط عادة بالأجهزة القمعية والديكتاتورية. هؤلاء الشباب الذين خرجوا هذه الأيام غير مقتنعين بالحلول الترقيعية ووعود رئيس الحكومة وتنظيمه للقاءات العلاقات العامة مع الوجوه العشائرية، وغالبهم ممن يقبضون ثمن دعمهم للحكومة، بل إنه وزع عليهم الدرجات الوظيفية لأنه في الساعة الأخيرة من حكمه هو غير قادر على إقناع الشعب بأسباب تردي خدمات الكهرباء مثلاً. ومن المسؤول عن ذلك؟ ومن هي قوى المصالح من الأحزاب والجماعات المنتفعة من قطع الكهرباء؟ كان بإمكانه حل هذه المشاكل خلال 4 سنوات أولى من حكمه، أما التعلل بالحرب على تنظيم داعش فهذا لا يقنع أحد. ليس من السهولة تسوية الخصومة بين المتظاهرين المحتجين والأحزاب الحاكمة، ببساطة هي ليست تظاهرات مندسين أو أولاد بعثيين، بل هي انتفاضة شعبية من الشباب المحبط، ولن تتوقف حتى وإن خمدت بعد قمع المحتجين بالرصاص الحي أو خراطيم المياه الساخنة أو القنابل المسيلة للدموع منتهية الصلاحية، لتؤدي إلى أضرار صحية أكبر، حيث تم خلال 10 أيام قتل 14 شاباً وجرح المئات واعتقال المئات. قد يتم إخماد جذوة الاحتجاجات الملتهبة الآن طالما هناك تواطؤا بين الأحزاب والحكومة على إيقاف حركة التظاهر، وهناك قوى نفوذ وأموال تدفع لمنع خروج المتظاهرين المواطنين، لكن محركات الإحباط قائمة ولن تحل الأزمة عملية الإسراع بتشكيل حكومة من ذات الأحزاب، فلن تكون حكومة قوية كما أنها ستعيد إنتاج المنهج السياسي الذي ثبت فشله كما يقول الكاتب. لم يكن ما حدث في العراق عام 2003 غزوا واحتلالا وحسب، كان خديعة كبرى أبطالها ساسة العراق الجديد وضحاياها ملايين العراقيين من كل الطوائف والمذاهب والأديان والقوميات.
كان سيناريو الخديعة المرسوم مسبقا هو التركيز على الغرائز وإثارتها ودغدغة المشاعر كي يسلب التفكير في الواقع اليومي، عندها لا يستطيع العراقيون النظر أبعد من أقدامهم. إنها الخديعة الكبرى ضد الشعب العراقي، هكذا عنوان الكاتب مثنى عبد الله مقالته بصحيفة القدس العربي. إذن نحن أمام منهج وسياق واستراتيجية تعتمد الإذلال وإهدار كرامة الإنسان في العراق بغض النظر عمن يتولى المسؤولية في قمة هرم السلطة. الجميع هنا يسيرون على نسق واحد، والاختلاف الوحيد بينهم هو مستوى السادية في التعامل مع الشعب. وإذا كان البعض منهم قد انحنوا اليوم أمام العاصفة وتقاطروا على المنصات معلنين بأنهم كانوا فاشلين في قيادة البلد ومقدمين اعتذاراتهم ومطالبين بالصفح والمغفرة من الشعب، فإنما ذلك ليس بسبب صحوة ضمير بل بسبب الفضيحة بعد أن رفع عراقيو الجنوب الغطاء عنهم. فمنذ عقد ونصف العقد كانوا يثقفون أهلنا بالجنوب بأنهم من رفع مظلومية 1400 عام عنهم، وأنهم هم من يمثلونهم ويسعون لجلب المنافع لهم ودرء المفاسد عنهم، وأن شرعيتهم في السلطة إنما يستمدونها منهم. وحين نظر الناس إلى ما حولهم وجدوا أن هؤلاء هم من سرقوا ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، وهم من بنوا ثرواتهم وحصنوا عوائلهم وأقرباءهم على حسابهم، وهم من صدروا أولادهم إلى سوريا ولبنان واليمن خدمة لتحقيق نظرية الأمن القومي لحاضنتهم الإقليمية إيران كي يبقوا في السلطة. فهل بعد كل ذلك هناك موقف للصفح وفصحة للمغفرة؟ لقد فات هؤلاء أن الاعتذار السياسي يوجب التخلي عن كل المسؤوليات في الحزب والدولة ويضع أنفسهم رهن سلطة القضاء العادل النزيه إن كان موجوداً في العراق. فلن تنطبق عليهم مقولة عفى الله عما سلف، لأن الجرائم التي حصلت بحق شعبنا كبيرة وكثيرة، وأن المجرمين كثر وليسوا أفراداً قلة. وبالتالي عندما تكون الجرائم مقصودة وليست أخطاء بسبب الاجتهاد في العمل، وعندما تكون هناك عصابة كبيرة منظمة وهي التي اقترفت كل تلك الأفعال، فإن منح العفو لم يعد من صالح أحد، لأن الموضوع بات فيه حق عام كما قال الكاتب. قد لا تؤدي المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها مدن عراقية منذ أكثر من أسبوعين إلى تغيير واقع الحال في العراق البائس الذي يعاني من غياب كل شيء ونقص في الخدمات لم يمر به البلد سابقا، لكن بالتأكيد ستكون هذه المظاهرات والاحتجاجات بمثابة لبنة أخرى في بناء ثورة تعتمل في النفوس وتكبر يوما أو تكبر يوما بعد آخر. ثورة لا بد لها أن تنفجر في وجه إدارة البلاد الفاسدة، وقتها لن تبقى ولن تذر أو لن تبقي ولن تذر بحسب الكاتب إياد الدليمي. وربما كانت العلامة الثانية في مسيرة تكسير الأصنام التي بدأها العراقيون هذا العام هي مهاجمة مقرات الأحزاب والميليشيات، والتي كانت هدفاً لغضب المتظاهرين واحتجاجهم. لم يسلم من هذا الغضب مقر لحزب حاكم أو حزب مشارك في السلطة أو ميليشيا شيعية، كان ينظر إليها ذات يوم حامية للمذهب وأبنائه. لم تعد الألاعيب التي مارستها السلطة الحاكمة في بغداد تجدي لاحتواء غضب العراقيين، غضب أبناء الجنوب العراقي الذي طالما خدعتهم هذه السلطة بأنها منهم وإليهم وأنها راعية لهم وتعمل من أجلهم. لكن بعد 15 عاماً بدأ العراقيون في مدن الجنوب المحرومة من كل شيء يخوضون زمام المبادرة ويعلنونها ثورة على كل هذه الرموز. نعم، ما يجري اليوم في جنوب العراق تحول كبير وكبير جداً. فعندما خرج سكان المحافظات الست المنتفضة السنية في تظاهرات مطلبية قبل 5 أعوام، قامت الحكومة الطائفية باستغلالها وهيأت الظروف من أجل أن يخرقها المسلحون التابعون لتنظيم الدولة الإسلامية أو ما يسمى داعش، فانتقمت منهم الحكومة أشد انتقام وبطريقة طائفية يندى لها الجبين. أما اليوم فإن الغضبة الكبرى خرجت من مدن الجنوب. وإذا كان هناك اختلاف بين تظاهرات العراقيين هذه الأيام عن التي كثيرا ما شهدنا مثلها في السنوات الماضية،
فذلك يتجلى في الشعارات التي رفعها العراقيون هذه المرة، والتي كسرت قدسية أصنام كثيرة صنعتها آلات الدعاية التي رافقت احتلال العراق قبل 15 عاما وما زالت. فلا المرجع الديني الذي كان يعتبر بمثابة قدس مقدس لا ينبغي المساس به، ولا الحشد الشعبي الذي صوروه حاميا للمذهب، ولا شخصيات قيادية كان ينظر إليها شخصيات مبدئية وقيادية ودينية في الوقت نفسه، بل حتى إيران ومراجعها وقادتها، كل هؤلاء لم يسلموا من فم المتظاهرين العراقيين الذين كفروا بهم، فهم بنظرهم السبب فيما وصل إليه العراق من حال التمرد كما قال الكاتب. ديمقراطية وتعذيب في العراق بحسب الكاتب جاسم الشمري في مقال بموقع كتابات. فهناك تناقض كبير في الجمع بين الديمقراطية والتعذيب، والأغرب هو التباهي والتطبيل المزيف وخداع الجماهير بتلك الديمقراطية الممزوجة بالتعذيب. ولهذا فلا يمكن تقبل وجود الديمقراطية وسط أمواج التعذيب والتهميش، وهذا ما يحصل في العراق. من المسلمات لدى الأحرار في العالم وجود تعذيب منظم ضد المعتقلين في العراق. الغالب العام منهم اعتقلوا، بل وصدرت بحقهم أحكام قضائية وهم أبرياء. وقد كنا نأمل أن ظاهرة التعذيب بعد تسليط الضوء عليها من قبل المنظمات الإنسانية والإعلام قد خفت على أقل تقدير، لكن يبدو أن التطورات الميدانية الأخيرة ما زالت ترسم لنا صوراً مرعبة عن التعذيب في العراق، ذلك بإعادة تفعيل مشاهد الرعب والتعذيب ضد المتظاهرين المدنيين العزل في مدن الجنوب، والاعتداء عليهم في ساحات التظاهر باستخدام السلاح الحي والهروات أو اعتقالهم بحملات ليلية منسقة. وهذا الإجراء غير القانوني من المنذرات بالخراب في البلاد. معلوم أن أبسط صور التعبير عن الحرية والديمقراطية تكون عبر التظاهرات. هذا ما حاول المواطن العراقي المهمش التعبير عنه في التظاهرات المستمرة منذ أسبوعين في مدن جنوب البلاد، احتجاجاً على تردي الخدمات وضياع مستقبل ملايين الشباب دون وجود أي ضوء في نهاية نفق التعذيب والخراب المستشري في البلاد. ويضيف الكاتب: لا يمكنني تصور حال البلاد ومستقبلها حينما يكون المواطن المظلوم أو المعذب بريئاً أو خرج للتعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه الإنسانية في ظل نظام يدعي الديمقراطية. ما جرى في ساحة التحرير وفي البصرة والنجف والمثنى والديوانية وميسان لم يكن اشتباكا عفويا بين مجموعة من المتظاهرين من جانب ورجال الأمن من جانب آخر، لم يكن حادثا عابرا، إنما كان السيناريو محكما للغاية، أرادت به حكومة العبادي أن توجه عدة رسائل إلى من يهمه الأمر، وعلى طريقة عمليات القتل الغامضة التي تقع هنا وهناك مع كل حديث عن محاسبة الفاسدين، جاء حادث اغتيال المحامي البصراوي جبار الكرم الذي أعلن قبل أيام تطوعه للدفاع عن المتظاهرين المعتقلين، متزامنا مع مطالبات دولية بإطلاق سراح الشباب المعتقلين ووقف عمليات التعذيب التي تجري في سجون وزارة الداخلية، وذلك بحسب الكاتب علي حسين في مقال بصحيفة المدى. لقد أراد العبادي ومن ورائه حزب الدعوة وأحزاب ترى في السلطة حقا مشروعا للنهب والقتل أن يقولوا للمتظاهرين والداعمين لهم إن البديل سيكون مخيفا، وذلك بأن قامت قوات مكافحة الشعب بتلقين المتظاهرين العزل درسا قاسيا في الإهانة الجسدية والنفسية على نحو بلغ من الوحشية ما يدفع المواطن العراقي أن يسأل أين حارس الدستور فؤاد معصوم لينقذ شباب التظاهرات من براثن شقاوات العبادي. إنما يجري اليوم يؤكد أن أشياء كثيرة لم تتغير، وأن هناك من لا يريد أن يتعلم بدليل جريمة مقتل جبار كرم، وهي تكرار لجريمة مقتل هادي المهدي وإن اختلفت التفاصيل والوجوه. فالذي حدث أن مواطناً عراقياً فقد حياته لأن القانون جرى تغييبه وتجاوزه بمعرفة من هم مسؤولون عن تطبيق القانون والدفاع عنه. من بغداد إلى البصرة المتهم واحد: الحكومة التي قررت أن تعلق المتظاهرين في مراوح السقف وتطلق الرصاص الحي على القانون وتتصرف منطلقة
من إحساس متضخم بالسلطة والنفوذ. السيد العبادي، إن الطريق لاستعادة هيبة الدولة يبدأ من احترام الدولة للقانون، ويكون العدل فوق البطش، ولهذا سيبقى جبار الكرم بابتسامته الرائعة وملامحه الشجاعة في قلوب كل العراقيين، فيما ستسقط دولة الفشل والتعذيب كما قال الكاتب. يتصر العالم العربي وخصوصا المشرق خطران واحدا تمثله إسرائيل، لا سيما في ظل نتنياهو وحلفائه، والثاني تمثله إيران في ظل آيات الله، بحسب الكاتب حازم صاغية في مقال بصحيفة الحياة. بقسمة إجمالية تبدو إسرائيل من وجه أخطر من إيران، وتبدو إيران من وجهين أخطر من إسرائيل. فالقوة العسكرية والتقنية الإسرائيلية التي لا تملك طهرا مثلها تنم عن وحش ضامر قد يظهر إلى العلن في هيئته هذه. أنيابها النووية وكونها في الوقت نفسه سيليكون فالي الشرق الأوسط يبعثان في جوارها قلقا مبررا. روادع الديمقراطية البرلمانية لهذا الوحش تتراجع مع استمرار الاحتلال وصعود الزعامات القومية الشعبوية فيها وفي العالم، خصوصا مع العلاقات المميزة بين نتنياهو ودونالد ترامب. لقد جاء نقل الولايات المتحدة سفاراتها إلى القدس تعبيرا عن المضمون الاحتلالي الذي تحمله تلك العلاقات المميزة. إيران من جهة أخرى 10 أضعاف الدولة العبرية سكانا، هذا يعني أن الطاقة البشرية الإسرائيلية لا تستطيع أكثر من الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. مثيلتها الإيرانية قادرة على الانتشار في بقعة جغرافية أكبر كثيراً. افتراض كهذا ليس تضخيماً للواقع ولا تلفيقاً له، ما دام صراع الهويات احترافاً مشرقياً مشهوداً له. شيء من ذلك يحصل في سوريا اليوم، ووراءنا تاريخ من التحويل السكاني الذي كان أكراد المنطقة وأرمنها وفلسطينيوها أبرز ضحايا. يضيف الكاتب: المسألة مسؤوليتنا أصلاً، لا مسؤولية إيران أو إسرائيل كما يقول الوعي التآمري، لكن أسوأ الأسوأ أن تصل بنا لا مسؤولية إلى التعويل على وحداتهما أو واحدتهما في مواجهة الأخرى كما يقول الكاتب. تمكن الطالب الجزائري علي شعيب من النجاح في امتحانات شهادة البكالوريا عام 2018، نجاح بطعم خاص لشاب رفض الاستسلام لظروفه الصعبة وخط نجاحه بأصابع القدمين، يقدم للعالم رسالة مفاداها أن الإرادة والعزيمة تصنعان المعجزات. وأظهرت نتائج الامتحانات اجتياز علي الذي يقطن في منطقة البيض جنوب غربي الجزائر امتحانات البكالوريا في شعبة العلوم التجريبية بنجاح، وحصوله على الشهادة التي تؤهله لدخول الجامعة برغم حالته الصحية وظروف عائلته الاجتماعية الصعبة. وعمت عائلة الطالب ومحبيه فرحة كبيرة بعد نجاحه، خاصة والدته التي تقوم على خدمته ورعايته، وأحد معلميه الذي تبناه منذ أول سنة له في المدرسة عام 2006 لكونه يمثل حالة فريدة في التحدي، إذ كان يدرس على طاولة خاصة تسمح له بالكتابة برجله في دفاتره. والآن إلى الكاريكاتير.
في الختام شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.